راه حقي ديالك بنت الكلا تحكي لك النهار اللي درت لك بنت لي شوار ما يخص عنب بلدية عنابة والبوني، هناك مركز عبور أين تم كراء شاحنات لو غرون توناج لدوبل بون، شاحنات كبيرة الحجم، وهذا لتفادي أن شاحنات الكباسة والقلابة اللي بين طاسوز اللي بين باسكيلونت باش ما يروحوش للمركز الردم التقني اللي هو نوعا ما بعيد، صدير الكاميون لا بين طاسوز تجي لهنا للمركز تقريبا توصل ستة مرات باش تجي، وليو باش تروح المركز ردم التقني لا ديشارج بوبليك باش تدفن تطول تاخذ وقت، لكن احنا سطرنا البرنامج هذا وعندنا تقريب بين بلديه عنابه والبوني 400 عامل بالاضافه الى عمال بلديه عنابه وعمال بلديه البوني. كي تشوف الحي تاعك اللي بروبر بالطريقه هذه وتلقى العمال الله يبارك ان نومبر كبير مكتف تاع المؤسسه الصغيره هذه اللي بيك صافي ان غران بليزير. ها هو خويا كل عام جامي داروا كيما هكا، كانت تجي حاجه خويا التراكتير هذيك القديم هذاك يجي يلم من لابوان طرباطيمون يروح درك راه متربي يعني، ولا يجي عندنا حتى قريب باب الدار. مبادره راهي ملاحه وراهي طيبه ياسر، ويعني انا نشكر العمال تاع البلديه هذوما بارك الله بهم.